يحتفل أحمد عبد الحليم أحد رموز فريق الكرة بنادي الزمالك ومنتخب مصر بعيد ميلاده 67 اليوم الموافق 12 من يناير. عبد الحليم كان أحد رواد مدرسة الفن والهندسة ضمن الجيل الذهبي للفارس الأبيض في فترة السبعينات والثمانينات، وانضم أحمد عبد الحليم لنادي الزمالك وهو في العاشرة من عمره، حيث تألق بشدة في قطاع الناشئين ليتم تصعيده للفريق الأول في عام 1973 ويكمل مشواره داخل أروقة القلعة البيضاء حتى الاعتزال في عام 1985. وساهم عبد الحليم في 7 ألقاب متنوعة للزمالك على مدار مشواره الكروي الحافل، آخرهم لقب دوري أبطال إفريقيا في عام 1984، ويعتبر هدف أحمد عبد الحليم في لقاء القمة عام 1980 في شباك الراحل ثابت البطل هو الأشهر في تاريخه على مدار رحلته مع المستديرة داخل نادي الزمالك. وتوهج نجم أحمد عبد الحليم في صفوف منتخب مصر على مدار سنوات طويلة، وساهم في تأهل أحفاد الفراعنة إلى دورة الألعاب الأولمبية عام 1980 بموسكو. وبعد الاعتزال سلك أحمد عبد الحليم المجال التدريبي وكان مديراً فنياً بارعاً مثلما كان لاعباً فذاً، حيث تخصص في تصعيد عدد كبير من أندية الدرجة الثانية للممتاز، حيث تولى تدريب أندية الشرقية والترسانة والمقصة والشمس وغيرها من الأندية، بالإضافة إلى تجارب خليجية مميزة في دولة الإمارات الشقيقة مع أندية الوحدة والشارقة وبنياس. أحمد عبد الحليم اللاعب الموهوب والمدير الفني البارع والإنسان الخلوق العاشق للكيان الزملكاوي، كل عام وأنت بخير.